السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي مرة أخرى في قناتي شهواتكم. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة على كريب مالح بحشوة اللي فيها صدر الديك الرومي. كيف ما كتلاحظوا غادي نبدأ أولا نعطيكم مقادير الحشوة اللي غادي نحتاجو فيها. 250 غرام ديال صدر الديك الرومي اللي قطعته رقيق بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، نقطعوه شوية رقيق. غادي نحتاج بصلة تكون كبيرة أو متوسطة الحجم قطعتها حتى هي قطع صغيره بهذا الشكل، حبه من الفلفل الاخضر، حبه من الفلفل الاحمر قطعتهم بجوج قطع صغيره. نقدروا نستعملوا نوع واحد من الفلفل اللي متوفر عندنا نستعملوه. غادي نحتاجوا كذلك الزيتون اخضر مقطع بهذا الشكل، هذا كان دوائر وقطعته مازال انا رقيق شويه. غادي نحتاج علبه من الياغورت الطبيعي بدون نكهه وبدون سكر، ثلاثة القطع من الجبن المثلث. غادي نحتاج كذلك جوج فصوص من الثوم بالاضافه للتوابل وزيت الزيتون اللي غادي نشحروا فيه هاد العناصر. غادي نقول لكم التوابل اللي غادي نستعمل في هاد الوصفه وانا كنطيب في الحشوه على بركه الله. غادي ندوزو دابا نوجدوا الحشوه ديالنا. خديت هنا مقلات وضعتها فوق النار باش تسخن ليا. غادي نضيف ليها شويه من زيت الزيتون. غادي نحك هذوك جوج فصوص ديال الثوم. غادي نضيف البصل نضيف كذلك الفلفل غادي نمزج هاد العناصر كلها مزيان. نزيد شويه الزيت، بانت ليا زيت قليله. غادي نبدا دابا نضيف التوابل. غادي نضيف الملح حسب الذوق، غادي نضيف راس معلقه ديال السكنجبير بهذا الشكل غير شويه، غنضيف نصف ملعقه عامره ديال الخرقوم، نضيف نصف ملعقه ديال الكمون، ابزار حسب الذوق. غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الربيع قطع. غادي نمزج هاد العناصر كلها مع بعض. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء تقريبا واحد نص كاس فين يطيبوا هاد الخضار، ودائما نذوقوا الحشوه ديالنا حتى غنسالي تنضيف العناصر كامله عاد نتذوقها، الا كانت خاصها شي حاجه نزيدوها ليها. غادي نغطي على الحشوه ديالي وغادي نخليها حتى طيب على خاطرها على نار مهيله. صافي بعد ما تشحروا الخضر بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا غادي نضيف عليهم صدر الديك الرومي. نقدروا نستعملوا الدجاج الا بغينا او نقدروا نعوضوه باي شيء اخر، بالكفته ولا بالطون اللي بغينا نقدروا نعوضوا به هاد صدر الديك الرومي. غادي نحركوا واحد شويه وغادي نغطي على المقله ديالي ونخلي هاد صدر الديك الرومي حتى يطيب مزيان عاد نضيفوا بقيه العناصر. صافي بعد ما تشحروا العناصر كامله وطاب ليا لادان غادي نضيف واحد شويه
من صوص الطوجه، كتبقى مساله اختياريه. تقريبا جهد واحد معلقه صغيره، وغادي نمزج حتى تندمج ليا هاد صوص الطوجه مع بقيه العناصر. دابا غادي نضيف هذاك الياغورت الطبيعي، هذوك ثلاثه الحبات ديال الجبن المثلث، غادي نمزج هاد العناصر كلها مع بعض حتى تندمج ليا. دائما على نار مهيله نديرو هاد العمليه باش ما يتحرقش لينا الجبن اولا الياغورت الطبيعي. كتلاحظوا انني كنستعمل هاد الياغورت الطبيعي بزاف مع صدر الديك الرومي، كيجي لذيذ بزاف، كيعطيه واحد اللذه فعلا هائله. كنستعمل هاد الخلطه حتى في لي غراتان، غادي تلقاو واحد الغراتان نيت بهاد الخلطه في القناه ديالي. صافي، بهذا الشكل كتكون الحشوه ديالنا واجده. غنخليها حتى تبرد شويه، عاد غادي نضيف ليها الزيتون اللي مقطع. نقدروا نضيفوا اضافات اخرى، نقدروا نعوضوا الزيتون بالفطر حتى هو نقطعوه، نقدروا نعوضوه بالزيتون اللي كيكون مشرمل، اولا نقدروا نزيدوا كذلك عفوا الكاشر محكوك حتى هو كيعطي مذاق زوين. نقدروا نزيدوا الهريسه اللي كيبغي النسمه الحاره. صافي، دابا غادي نطفي على هاد المقيله ديالي، وكيف ما قلت لكم حتى تبرد الحشوه شويه عاد غنضيف ليها الزيتون. غادي ندوزو دابا باش نوجدوا لي كريب. صافي، بعد ما تشحروا العناصر كامله وطاب ليا لادان، غادي نضيف واحد شويه من صوص الطوجه، كتبقى مساله اختياريه، تقريبا جهد واحد معلقه صغيره، وغادي نمزج حتى تندمج ليا هاد صوص الطوجه مع بقيه العناصر. دابا غادي نضيف هذاك الياغورت الطبيعي، هذوك ثلاثه الحبات ديال الجبن المثلث، غادي نمزج هاد العناصر كلها مع بعض حتى تندمج ليا. دائما على نار مهيله نديرو هاد العمليه باش ما يتحرقش لينا الجبن اولا الياغورت الطبيعي. كتلاحظوا انني كنستعمل هاد الياغورت الطبيعي بزاف مع صدر الديك الرومي، كيجي لذيذ بزاف، كيعطيه واحد اللذه فعلا هائله. كنستعمل هاد الخلطه حتى في لي غراتان، غادي تلقاو واحد الغراتان نيت بهاد الخلطه في القناه ديالي.
صافي بهذا الشكل كتكون الحشوه ديالنا واجده. غنخليها حتى تبرد شويه، عاد غادي نضيف ليها الزيتون اللي مقطع. نقدروا نضيفوا اضافات اخرى، نقدروا نعوضوا الزيتون بالفطر حتى هو نقطعوه، نقدروا نعوضوه بالزيتون اللي كيكون مشرمل، اولا نقدروا نعاود نزيدوا كذلك عفوا الكاشر محكوك حتى هو كيعطي مذاق زوين. نقدروا نزيدوا الهريسه اللي كيبغي النسمه الحاره. صافي دابا غادي نطفي على هاد المقيله ديالي، وكيف ما قلت لكم حتى تبرد الحشوه شويه عاد غنضيف ليها الزيتون. غادي ندوزو دابا باش نوجدوا لي كريب. غنعطيكم دابا المقادير ديال الكريب. غادي نحتاجو فيه نصف لتر من الحليب، جوج حبات من البيض، ثلاثه الكؤوس من دقيق الفورص، العبار بكاس الشاي العنبه، عندي هنايا ملح واحد تقريبا نصف ملعقه صغيره، عندي هنا ابزار، وعندي هنا واحد راس معلقه ديال السكر سنيده غير واحد شويه باش يعطينا ديك التحميره لي كريب، عندي هنا جوج معالق كبار ديال الزبده، ما يعني ما عامرينش مزيان عفوا، خديتهم هنا وذوبتهم، عندي جوج قطع من الجبن المثلث. نقدروا نستعملوا كذلك الزعتر باش نزيدوا نسمو هاد لي كريب ديالنا. على بركه الله نبداو في الطريقه. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه لي كريب ديالي، غادي نوضع فيه البيض، غادي نضيف الملح والابزار، كذلك هذاك شويه ديال السكر سنيده، نضيف الجبن المثلث، نضيف العناصر كامله باستثناء الدقيق، غادي نضيف الزبده اللي ذوبت، غادي نضيف الحليب، غادي نطحن هاد العناصر كامله مزيان. صافي بعد ما طحنت الكل جيدا غادي نضيف دابا الفورص، غادي نستعمل الطراب اليدوي في الاول، غنضيف الفورص ديالي كامل، غادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى يندمج الفورص مع بقيه العناصر. غادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر هكا حيت له العويدات، وغنحكو غير بين يديا. غادي نعاود نطحن الخليط باش نتاكد ان الفورص تطحن ليا وتخلط ليا مزيان مع باقي العناصر. صافي الخليط ديال الكريب ديالي ها هو وجد، غنطيب بشي طبسيل على هذا الشكل وغادي نخليه يرتاح جانبا واحد نص ساعه عاد باش ندوز نطيبو نيت بين ما بردات لينا الحشوه مزيان. بالنسبه للحشوه دابا راها دفات كيف ما كتلاحظوا، غادي نضيف ليها هذاك الزيتون المقطع، وغادي نمزج العناصر كلها مزيان. صافي غادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد تماما، الوقت اللي غادي يكون ارتاح فيه الخليط ديال الكريب وطيبناه. صافي بعد ما دازت نص ساعه وارتاح الخليط ديال الكريب، خديت هنا المقلاه تكون ما تلصقش عفوا، ووضعتها على نار مهيله خليتها حتى سخنات مزيان، وغادي ناخذ كميه من عجين الكريب وغادي نوضعو هكا في الوسط، ونبقى نمشيه هكا في المقلاه كامله. صافي حتى نغطي الوجه كامل ديال المقلاه. هذه هي طريقتي انا كيفاش كنطيب لي كريب باش كيجيوني رقاق ما كيجيوش غلاض. صافي اون فوا يبداو يبانوا لينا الجوانب بداو كيتهزوا، انا كنعاونهم بهاد
بهاد العود هذا بحال هكا، كنهزهم من الجناب صافي. دابا غادي نقلبها على هذا الشكل، واحد الجهة نحمروها وواحد الجهة ما نحمروهاش لانها مازال تابعها، غادي نعمروها وغادي نزيد نحمرها شوية في المقلة من بعد ما نعمروها ونشكلوها صافي. غادي نكمل بهذه الطريقة حتى نطيب العجين ديالي كامل ونكمل الكريب اللي عندي كاملين. الكريب ديالنا بعد ما كيطيب كيجي بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، كيجي رقيق كيجي رطب والريحه ديالو كتشهي مع ريحه الزعتر والفرماج اللي درناه فيه، كيجي زوين. كتلاحظوا انني حمرته من هذه الجهه وهذه الجهه لا كيف ما قلت لكم من قبل. دابا غادي نبداو نعمروا الكريب ديالنا، هما دفاو دابا شويه باقي سخان انما ماشي بزاف صافي. غنبدا نعمرهم دابا، غادي ناخد حبه ديال الكريب وغادي نعمر في هاد الجهه اللي محمره، ناخد الحشوه الكميه كتبقى على حساب الرغبه ديالكم، نحاولوا نوازنوا باش ما تشتش لنا الحشوه وما يشيطوش لنا كذلك الكريب. تقريبا درت معلقه كبيره، غادي نطوي بهذا الشكل صافي. نحاول نقادها كتجي بحال هاد الشكل، الحبه ديال الكريب ديالنا غادي نوضعها في شي بلاطو هنا حدايا بلا ما نلصقوها من هنا لاننا مازال غادي نطيبوها وراها غادي تلصق. غنحط انا هكا في شي بلاطو وغادي نكمل بنفس الطريقه، ناخد حبه ديال الكريب ناخد معلقه بهذا الشكل ديال الحشوه، نحاول نوضعها في الوسط وغادي نطوي بهذا الشكل. كنبسطهم هكا شويه باش يجيو في الشكل ديالهم زوينين. ديما نعمرو من الجهه اللي محمره، صافي. بعد ما ساليت التعمار ديال الكريب ديالي كتلاحظوا عطاتني هاد الكميه،
جاتني جاوني عفوا لي كريب قدهم قد الحشوة، يعني استعملت معلقة كبيرة كيف ما لاحظتوا. خرجوا لي هنا 16 حبة بهذا الشكل. ندوزو دابا باش نحمرهم واحد شوية في المقلة ونوضعهم في طبق التقديم ان شاء الله. غناخد المقلة كيف ما كتلاحظوا وضعتها فوق النار. غادي ناخذ واحد طريف ديال الزبده غير واحد شويه، ذوبته بهذا الشكل وغنقص النار ونبدا ناخذ لي كريب ديالي ونحطهم بهذه الطريقه. كيف ما كتلاحظوا ها هما كراهم كيتحمروا بسرعه، ما نغفلوش عليهم، غنبقى نقلبهم بهذا الشكل حتى يتحمروا ليا من جوج ديال الوجوه او لا من الجهات بجوج. على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نسالي من كميه الحبات ديال الكريب عندي كاملين. صافي بهذا الشكل كنكون ساليت التحمر ديال لي كريب ديالي. انا ما غاديش نحمرهم كاملين، غنحمر غير هذه الكميه. غنوريكم ما تبقى شنو غادي ندير به. ما تبقى من الكريب غادي نوضعو هكا في علبه. وغادي نوضع واحد القطعه من الفيلم اليمونتير بهذا الشكل، غادي نسد فوق هاد الجوج اللي بقاو ليا. غادي نسد العلبه ديالي ونوضعها في المجمد ونخليهم حتى لوقت الحاجه، غير نجبدهم ونحمرهم في المقلاه عفوا كيف ما شفتوا معايا. كيكون هذا هو الشكل النهائي لطبقنا لليوم، دي كريب مالحين بحشوة ديال صدر الديك الرومي. كيجيو لذاد في المذاق ديالهم، كذلك الشكل ديالهم كيجي زوين كيف ما كتلاحظوا. زينتهم بقطع من الكاشير وفرماج ساندويش، شكلتهم على داك الشكل بهاد المراشم ديال الوريضات. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، راهم كيجيو لذاد وكيف ما كتلاحظوا دغيا كيوجدوا. الى عجبكم فيديو اليوم وكيف العاده خليوا ليا جيم وكومونتير، واللي مازال ما اشترك بالقناه اشترك بها مع تفعيل جرس التنبيه باش توصلوا بجميع الوصفات. والى اللقاء مع وصفه قادمه بحول الله.